الثالثة من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، اللي بيضم من ضمن فعالياته بطولة ايرون مان. مهرجان البحر الأحمر دايما يعني دي النسخة الثالثة على التوالي، بيضم أكثر من 15 حدث رياضي بأكثر من 15 ألف مشارك، وده رقم كبير جدا يخرج من الرقم بتاع الأولمبياد خلال 3 شهور الربع الأخير من السنة من كل عام. بيبقى عندنا أكثر من حوالي 100 جنسية مشاركة خلال فعاليات المهرجان. من أهم البطولات أو من أهم الفعاليات الرياضية اللي عندنا مهرجان في مهرجان البحر الأحمر بطولة ايرون مان. بطولة ايرون مان النهاردة ما يقرب من حوالي 1000 مشارك من 52 جنسية. نسبة الأجانب أكثر من المصريين كتير في المشاركة في البطولة، لأن هي بطولة دولية بتقام في عدد من الدول. قطعت مسافة الميل العام الماضي ولكن لم يكن لصالح ايرون مان، لكن هذا هو اول سباق ايرون مان. اريد ان اتأهل الى كأس العالم السنة المقبلة، واخترت مصر لانني اعرف انها ستكون تجربة عظيمة جدا بالنسبة لي. هذا السباق كان مرهقا، درجة الحرارة عالية، الرياح لم تكن مشكلة، وكانت هناك مناطق عديدة لشرب المرطبات، وكان اليوم شاقا وصعبا، ولكن وصلت في المركز الأول في خط النهاية، وعلي أن أكون سعيدا. أحب وقتي هنا في مصر، لدي 10 أيام أجازة هنا في مصر، سأستمتع بالشاطئ وبالبحر، وسأستمتع بدون بعيدا عن التدريب. التحدي اليوم كانت الظروف الجوية صعبة، لأن الرياح كانت شديدة في مسار الجري ومسار الدرجات، ودرجة الحرارة كانت مرتفعة وعانينا منها في مسار الجري. أما بالنسبة لمصر فأنا أحب مصر جدا، وسأبقى هنا لمدة 7 أيام وأفكر في العودة بالتأكيد، لأنها بلد جميلة والبحر جميل والمكان جميل لقضاء الإجازة، وهذا ما سأقوله لأصدقائي. لم أزر أي مكان آخر في مصر بعيدا عن سهل حشيش، هذه أول زيارة لي. أنا مستمتع بهذه البلد الجميلة والناس اللطيفة الطفاء والكرماء وأيضا شروق الشمس. بما أنني من سويسرا وأعيش في الجبال، درجة الحرارة منخفضة جدا هناك. بالفعل كان تحدي كبير أن أكون موجود على خط البداية في درجة حرارة عالية. أيضا الرياح كانت جيدة وسيئة جيدة، لأنها بردت جسدي قليلا، ولكن مثل التحدي في مواجهة الرياح. ولكن علي أنا كنت أنا أتحلى بالإيجابية في ذهني إلى أن أصل إلى الغردقة ونعود حوالي 50 كيلومتر. كان هذا هو التحدي الكبير بالنسبة لي اليوم، ودرجة الحرارة كانت عالية، ولكننا استطعنا أن نرطب أنفسنا بعض الشيء. أنا أحب مصر جدا لأنها مكان رائع لقضاء الأجازات، وأنا أحب رياضة كايت سيرف، وأنا أتيت إلى هنا أكثر من مرة، وسأقول لهم أنني ذهبت إلى مصر لأصدقائي وعائلتي، وأنني سعيد جدا بهذه التجربة وسأخبرهم بها. في الحقيقة هذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها في مسابقة ايرون مان، وليس بالشيء الجديد بالنسبة لي. أنا شاركت في إيطاليا وحصلت على المركز السادس في فئة السيدات، أنا في المرتبة الثالثة في مسابقة السيدات. أنا سعيدة جدا لأن هذا أول فوز حقيقي لي. عندما أتيت إلى هنا وبدأت التدريب، وعندما ركضت لأول مرة هنا، شعرت أن الجو حار جدا. أعتقد أن في بلدي هي 8 أو 5 درجات والجليد يهبط، أما هنا فدرجة الحرارة عالية والشمس مشرقة. وقررت مع مديري الفني أن ننفذ التدريب طبقا للأجواء، وهذا هو ما فعلناه. أعتقد أن مسار السباحة كان عظيما جدا، ورأيت سمكا في المياه وكان شيئا عظيما. ثم الدراجات، هذا كان صعبا بسبب الرياح وكانت درجة الحرارة عالية. ثم بدأت مسار الجري وشربت كثير من المياه واستخدمت الإسفنج المبلل بالمياه لترطيب جسدي حتى يخفف من وطأة حرارة الجو. هي دي
دي ثالث مره بالنسبه لي في الثلاثه سيزون بتوع ايرون مان في مصر، ومن حوالي اربع ايام كنت عامله برضو هاف ايرون ريلي 21 في تركيا. لا هو انا متعوده عليه من اول سنه، هو خلاص انا بقيت حافظه الروت بتاعي عامل ازاي والناس عامله ازاي. لا هو سهل حشيش مختلفه عن اي دوله تانية، يعني حلوه فعلا لانها مختلفه صراحه، مختلفه. لما انا رحت تركيا لقيت بتاعه مصر مختلفه، عايزه صبر، عايزه قوه، عايزه تمرين كويس، كفايه انها في البحر الاحمر. ثالث مره اشارك في السباق ده بتاع ايرون مان بيتعمل في مصر، والنهارده كانت اول مره اختار المسافه اللي هي 51-50، والحمد لله مبسوطه ان قدرنا نوصل مصر يعني للمركز الاول. هو الايرون مان او الترياثلون ثلاث رياضات في بعض، سباحه وعجل وجري. انا بلعب الرياضه دي بقالي يمكن 5 أو 6 سنين، واخترتها في الاول عشان كانت نوع من انواع التحدي، انا بحب التحدي فحبيت يعني اتحدى نفسي. فالحمد لله يعني سنه عن سنه بتطور والحمد لله. يعني الجري الجو كان يعني انا ما اعتقدش جريت جري قبل كده جو حر كده، يعني الجو كان حر وكان في هواء في وشنا واحنا بنجري في حتت معينه في الكورس. طبعا يعني القرار ان الواحد يعني يشترك في المسابقه هنا اسهل من ان انا اروح اعمل سباق بره، من ناحيه اللوجيستكس يعني والمصاريف، وان التنظيم كمان يعني كويس زي تنظيم اي سباقات تانية بره. يعني النهارده التنظيم كان هايل بصراحه.